فأحيانا ما يزوء إلى البيت لدقائق ثم يعود. محمود عبد المالك، صاحب محل لبيع الأغذية والمشروبات الساخنة، كل يوم يأتي بزاده من الضفة الغربية، وأحيانا تذهب ابنته معه لتساعده. عبد العال عبد الرحيم، حلاق الصحة. الشيخ ورداني، خطيب مسجد العمارية الشرقية. برديسي، خادم مسجد العمارية الشرقية. محمود مصطفى، حفار القبور. عبد القادر عبد العال، شيخ غفر القرية. حمدي رضوان، فلاح وصانع طوب. أحمد إبراهيم، غفير الوحدة الصحية. الشيخ محمود، مأذون القرية. والشيخ أحمد، حافظ قرآن وبقال ومسؤول البريد. عبد الجابر عملي ساعة ما جه وجابوا له فرخة حمام، يقول لك الحنش جرس. وبعدين انا كنت داخل عليه بجرت الباب واحدة وجالت جابت فرخة حمام. ليه فرخة حمام؟ جالت تذبحوه وحطوه على الجرح. ايه السبب؟ عشان بيمص السم بتاع التعبان. طب اديني اللي بعدين. خلاص الكل؟ خلاص الكل. 1197 1197 واحدة؟ واحدة. انبول انبول به 12 انبول به 12 على 1197 واحد؟ واحد على 1197. انا رحت تستدر عم حسين بيتضايق لما المعمل بيشتغل كتير وبتاع، بيتضايق يكون في عيل كده بيغلبه بيضربه. انما هو انا شفته مرة ماسك عيل وبيكتب فيه بيقول له ايه لازم تشخ الغاية. ايه الحاجة يا دكتور؟ روح لك الصالة بعجرة. السلام عليكم. اسمع التنبيه، المواليد من شهرين لغاية سنة وسنتين يحضر الوحدة ولا مش هيحضر؟ يتعمل له محضر بخمسة جنيه واربعة شهر. فوق اثنين ثلاثة اربعة، تحت اثنين ثلاثة اربعة، فوق اثنين ثلاثة اربعة، تحت اثنين ثلاثة اربعة، فوق اثنين ثلاثة اربعة. قمت بالفحص الكلينيكي والمعملي لتلاميذ مدرسة الحاج قنديل الابتدائية، ويبلغ عددهم 190 تلميذا وتلميذة. وكانت نتيجة الفحص كالآتي: 50 مصابين بالهرسية، يعني حوالي 25%، وبدأت العلاج بحقن الترطير المقيد. 37 مصابين بالإنكليستوما، أي بنسبة 20%، وتناولوا جميعا شربة الألكوبار أمامي. 22 مصابين بزيدان الإكسيوريس، أي بنسبة 12%، وتناولوا أقراص البيبرازين أديفيت. 4 تلاميذ مصابين بديدان التنية، وتناولوا أقراص الميباكرين. 42 تلميذ مصابين بالقراع، لكن أقراص الجريزيوفالفين كانت غير موجودة بالوحدة، ولدى توفرها تناولوها مع حلق شعر الرأس تماما. تلميذين مصابين بتلف في صمامات القلب. بالنسبة للتلاميذ المتخلفين على علاج الهرسية تبعتهم للوحدة الصبح. إن شاء الله التلامذة سامعين وبكرة يروحوا الوحدة. بالنسبة لكم انتم، مش معنى إن الدم اتقطع من البول بعد الحقنة الخامسة أو السادسة إنكم خفيتم بالهرسية، لا، لا انتم تكملوا لغاية الحقنة الـ 12 وبعدين تقولي الوحدة نكرر تاني، فاهمين ولا لا؟ فاهمين.
الو يا صح، الو يا صح، الو مين في الصحه؟ الو الو مين في الصحه؟ جاءتني سيده مصابه بحاله نزيف رحمي حاد، فلم يكن هناك اي اسعافات خاصه للحاله بالوحده، وكان لابد من نقلها المستشفى المركزي. فاتصلنا بنقطة البوليس التي تتصل بمركز البوليس الذي يتصل بالإدارة الصحية في المركز لإرسال سيارة إسعاف تقف على الشط الغربي، وتذهب المريضة على الركوبة إلى الشط الشرقي، ثم تعبر النيل في قارب متهالك حتى تنقل إلى سيارة الإسعاف وتكون قد انتهت. مكان الحاج عبد الحميد عبد الغفار. انت منين؟ الحاج جنديل. طلبك ايه؟ طلب عندي لجت متوفيه عايزين نطلعها من البطاقه بتاعت السكر علشان الحكومه ما تعجبناش وانت خدت تموينها واحنا ما خدناش. اسمها ايه؟ اسمها لطيفه صلاح عبد الحميد. توفت سيده بسبب عدوى وهبوط دوري عام عقب حمى النفاس، مما ادى الى التحقيق مع الدايه وامدادها بالمطهرات. كذلك لم يلجأ أهل المريضة إلى الوحدة الصحية للكشف عليها، واكتفوا بأن قالوا كما اعتادوا شوية هوا وحم دخلوها بعد الولادة وهتروق. ويلجأ أهل القرية عادة إلى الداية، فهي التي تفض غشاء بكارة العروس وهي التي تقوم بتولدها. أسمع التنبيه، الكلاميز بتاع المدرسة يحضر بكرة صباحا الوحدة، واللي مشغول يجي بعد العصر اللي هو بيشتغل في الدودة، واللي مش هيجي محضر بخمسة جنيه واربع ساعة ملحوظة. خليكم معايا برضو، ده نوح اخضر جاي الربيع في الجزيرة عند العمدة. يا حلاوة عليك يا جلوة. خد نفسك. جات صابر من قرية الحوطة الشرقية، عمره 11 سنة، تلميذ بسنة رابعة ابتدائي، مصاب بالهرسيا والربو القلبي مع تلف في صمامات القلب، مما تسبب في أنيميا حادة وضعف عام. خد نفسك. محمد علي حسين مصاب بالهرسيا والانكليستوما وتلف في صمام الاورطه، وتبلغ نسبه الهيموجلوبين في الدم اقل من 30%. بقالك كتير ما بتجيش الوحده تاخد حقن بالهرسيا اليوم. او لو سمحت خليني عم يستنى ولا مزوق منه وستة ما تقول له هو ولا ما يتهين. طب وخالك؟ خالك قال للدكتور ما يدق حقن بالهرسيا والسوما وهو ويكون الدكتور. يا صندوق الشرق ده انا حبي في هواك مشغول، عملت لك ايه يا جميل يا ابو ملقان وحجول، احصد حدك قمح تديني كرايا فول، مكتوب على سرتي الحلو يا ندمي قصاي الفول، البت حلوة وشعرها مشغول. قررت القيام بالأجازة الاعتيادية لعقد قراني على خطبتي إنعام في القاهرة، وقد اهتزت مشاعري ليلة أمس عندما عبر بعض أهالي القرية عن شعورهم نحوي بالرقص وإطلاق الأعيرة النارية حول الوحدة الصحية، وقالوا أنهم يعدون لي زفة العرس من الشط الغربي إلى مقر الوحدة.